بعد تطبيق بنود الهدنة ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم اللي تم بجهود مصرية، بدأت الحياة مرة تانية تعود لطبيعتها تدريجيا في قطاع غزة. رجعت مرة تانية الكهرباء ورجعت الاتصالات بشكل تدريجي، وده بجانب دخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية اللي محتاجها أشقائنا في قطاع غزة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. خلينا في البداية، يعني إحنا النهاردة اليوم الرابع من هذه الهدنة، حتى الآن يعني رؤية حضرتك عن مكتسبات هذه الهدنة، لو هنتكلم بالنسبة لأشقائنا في قطاع غزة، ولو هنتكلم كمان عن المقاومة الفلسطينية. يعني أولا صباح الخير لكم ولكل المشاهدين، والمجد للشهداء في فلسطين، ولكل أبناء شعبنا التحية والدعم المعنوي والدعم، كل الدعم والتحية لهم على هذا الصمود الأسطوري صراحة في غزة وفي كل أرجاء فلسطين وفي الضفة تحديدا والقدس. الحقيقة أن الهدنة أو وقف إطلاق النار جاء في توقيت حساس، والحمد لله أن هناك استمرار في وقف إطلاق النار، لم يتم هناك إجراء خروقات كبيرة. صحيح أن الاحتلال في اليوم الأول أو في الساعات الأولى كان في محاولة للضغط على الفلسطينيين بعدم إدخال مساعدات إلى شمال غزة، من جنوب غزة إلى شمال غزة. المساعدات كانت تدخل بشكل طبيعي من خلال المعبر، لكن من ناحية ما بين جنوب إلى شمال كان الاحتلال يعرقل ذلك، لكن نجحت الجهود بشكل كبير جدا بإدخال المساعدات والانتظام فيها. فيما بعد حاول إطلاق النار على المواطنين في المناطق المتاخمة للحدود، وعندما قرروا العودة حتى في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، لكن يعني بحمد الله لم يحدث احتكاكات أكثر من ذلك. الأمور ما زالت معلقة، ووقف إطلاق النار الآن يعني بات اليوم الأخير. هذا اليوم هناك رغبة، حسب ما ترى إلى ما سمعنا، أن هناك رغبة لدى حركة حماس، وقد أبلغت الإخوة القطريين بنيتها تمديد الهدنة إلى يعني فترة أكثر، أيام مدة أكثر، لكن ربما هذه تحتاج إلى أيضا إلى المفاوضات مجددا وضغوط مجددا على الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. أيضا كل ذلك بثمن، يعني إذا أردنا أن نقول الهدنة أو وقف إطلاق النار لمدة يومين آخرين بالإفراج عن مزيد من الأسرى، وماذا بعد؟ الأمر يجب أن يكون هناك حسم. يعني سمعنا عن وجود شرط وضعته الكيان الإسرائيلي فندم، عن إن إذ أرادت المقاومة الفلسطينية مد هذه الهدنة، فالحديث عن إنه يتم الإفراج عن 10 محتجزين كل يوم. ربما ما هي نفس الأمر، لكن ربما يجب أن يكون هناك حلا لدى المقاومة الفلسطينية. كلنا يعرف أن لدى المقاومة حوالي أكثر من 240 أسيرا كان، وتم الإفراج عن 50 من المدنيين. بالمناسبة هناك أيضا عسكريين لدى المقاومة الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية التي يعني قامت باعتقالهم في يوم 7 أكتوبر، جزء كبير منهم عسكريين. هل الهدنة ستستمر لحين الإفراج عن كل ده بخلاف أيضا من يعني توفوا خلال القصف؟ طب خليني يعني انتقل لنقطه اخرى دكتور شعث، يعني اللي بتهمني يعني تحديدا هي ملامح عوده الحياه لقطاع غزه بعد دخول الهدنه. كيف تعايش اهالي القطاع مع الهدنه؟ كيف بدات الحياه تدب مره اخرى في القطاع؟ من ذهب الى منازله المهدمه للبحث عن اشلاء او عن ما تم فقده؟ كيف عادت الحياة بعد وصول شاحنات الوقود؟ كلمني بشكل عام عن الصور الأهم في قطاع غزة الآن. الصورة قاتمة وصعبة جدا ومؤلمة، لدرجة أن الجميع يعني بدأ يتحسس منزله، يتحسس بيته. في هناك أشخاص دفنوا أهاليهم في داخل المنزل، يعني بالأمس أنا شاهدت مشاهد صعبة جدا. تحدث أنه قام بدفن والده، حفر في نفس البيت وقام بدفن والده وأخيه وأشقائه في البيت بعدما تحللت الجثث، ولم يستطع أحد أن ينقلهم، ولم يأتي أحد لإسعافه.
لأن أساسا المستشفيات مدمرة وعربيات الإسعاف حتى لا تستطيع نقل الجثث. الأولويات الآن للمصابين في الإسعافات، والكل كل من لديه شهيد أو كل من لديه يعني أشلاء هنا وهناك يقوم بمحاولة لملم جراحاته على يعني لوحده أو بمن حوله من الأحياء من سكان المنطقة أو سكان الحي المجاور له، وبالتالي الأمور يعني قاسية جدا. أنا تحدثت صراحة مع العديد من أبناء شعبنا في المحافظات قطاع غزة، واكتشفت أن الأمور قاسية مؤلمة، لكن محاولة العودة إلى الحياة تؤكد أن الشعب الفلسطيني يعني ما زال صامدا وصابرا ويستطيع أن يتأقلم مع هذه الأوضاع، لكن يجب أن تستمر هذه الهدنة ليلتقط أنفاسه باعتبارها استراحة مقاتل على الأقل. وأيضا كمان المستشفيات بدأت تعمل تدريجيا، لأن هناك دخول إلى الوقود ودخول المواد الطبية والأدوية الطبية الطارئة، عربيات الإسعاف بدأت تنقل المصابين ودخولها إلى مصر بشكل أكثر. أيضا نتحدث عن المساعدات، دور الإيواء يعني بدأ الناس يعودون من دور الإيواء، لأن هناك العديد من المواطنين الذين انتقلوا من شمال غزة إلى جنوب غزة، والذين انتقلوا من بيوتهم في شمال غزة إلى دور الإيواء في شمال غزة. الآن الذين انتقلوا إلى بيوتهم يعني إلى دور الإيواء في شمال غزة بدأوا يعودون ويتحسسوا بيوتهم، لكن المواطنين الذين كانوا في شمال غزة في جنوب غزة لا يستطيعون العودة إلى شمال غزة مطلقا، حتى لو بيوتهم يعني لو بيوتهم مدمرة أو غير مدمرة أو صالح حتى للإقامة، إلا أنهم لا يستطيعوا العودة، لأن الاحتلال أنزل في اليوم الأول بيانات ومنشورات على السكان عبر الطائرات بعدم العودة مطلقا لشمال غزة. طيب دكتور أسامة، ما بين الانكسار والانتصار، يعني يخرج الكيان الإسرائيلي يتحدث عن أنه هذه الهدنة بمثابة انتصار لي، وأيضا المقاومة الفلسطينية ترى نفس الشيء، ويعني حتى يمكن خلال اليوم الثاني لهذه الهدنة تابعنا بعض التعطيلات من قبل الكيان الإسرائيلي لهذه الهدنة، وأيضا المقاومة الفلسطينية كان لها موقف بذريعة أو كان لها نية في أنها تجعل هذا الكيان أنه يحترم اتفاقاته ويحترم هذه الهدنة وحسب ما اتفقوا عليه. سؤال حضرتك يا فندم، إيه المكاسب لكل طرف من هذه الهدنة، وهل يمكن أن تستمر هذه المكاسب، أو هل هذه المكاسب كافية لإطالة أمد هذه الهدنة؟ يعني أنا على المستوى يعني بنظرة موضوعية حقيقة لا أرى أحد انتصر. الاحتلال لم يحقق أي انتصار، والمقاومة الفلسطينية أيضا يعني فقط إذا أردنا أن نقول انتصار، انتصارها فقط في استمرار صمودها على الأرض واستمرار تحديها للاحتلال وثباتها بوجود قدراتها، ما زالت لديها قدرات وما زالت لديها أنفاقها ولديها أماكنها التي تختبئ بها، وقدرتها على الاحتفاظ بالأسرى في ظل هذه الحرب الصعبة والقاسية وعدم وجود مواد غذائية أو طبية أو قدرة على التنقل بسهولة، خاصة المشهد اللي تابعناه أمس يا فندم وتسليم الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. في تسليم الرهائن كما تفضلت، فعلا أنا كنت أود أن أقول أن نجاحها في تسليم وتأمين نقل الأسرى من الاحتلال الإسرائيلي الذين بحوزتها بشكل دقيق وبشكل أمني وبشكل احترافي يدلل على قدرتها على الصمود ونجاحها في الاستمرار على الأرض بشكل كبير، وهذا يعني أنها لم تهزم، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح ولم ينتصر في تحقيق أهدافه أو لم يحقق أي من أهدافه التي أعلنها مسبقا في اليوم الأول لـ 7 أكتوبر ومن ثم في دخوله على الحرب البرية. ولذلك أنا أعتقد لا يوجد حتى هذه اللحظة في الجولة الأولى لهذه المعركة لا يوجد غالب ومغلوب، ولكن يوجد يعني على الأقل تعادل في الموقف، بدليل أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا ما زال مصر على الاستمرار وفي هذه الجولة. هناك أزمة داخلية حقيقة، وهذا أنا أعتقد أنها يعني مهمة جدا، أزمة داخلية وصراع كبير جدا لدى يعني قيادة الاحتلال وحكومة الاحتلال، وخصوصا بين بن كثير والحكومة، بأن يعني صفقة الأسرى هي صفقة مرفوضة
وبن غفير كان يطلب إعدام الأسرى الفلسطينيين. إحنا ليس لدينا يعني خلي بالك ليس لدينا يعني ما نخسره في عملية الإفراج عن الأسرى، لدينا عدد 6500 أسير، رقم كبير طبعا، قبل 7 أكتوبر الآن صار العدد 8500 أسير، يعني هناك استمرار في عملية الاعتقال. أنا أتمنى أن يتم إفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإخراجهم من السجون وإغلاقها تماما، ثم يعني إجبار الاحتلال على عدم اعتقال أي أسير فلسطيني أو مواطن فلسطيني أو إعادة اعتقال أي أحد، خصوصا الذين يتم الإفراج عنهم من الأطفال ومن النساء كما تم الاتفاق في هذه المرحلة، جميعهم من أبناء سكان القدس، مدينة القدس المحتلة وتقع تحت الاحتلال، إضافة إلى سكان الضفة الغربية في رام الله تحديدا. ولذلك أتمنى أن لا يتم إعادة اعتقال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في سجون الاحتلال. على أي حال الجميع يحبس أنفاسه في انتظار الساعات القادمة التي ستحدد هل يعني ستستمر الهدنة ويستمر معها الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، أم ستنتهي الهدنة بانتهاء يومها الرابع. بنشكرك يا دكتور أسامة، دكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني، شكرا جزيلا لهذا التحليل وهذه المتابعة.